أحبتي الصغار، السلام عليكم. مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية من كتاب المفيد في اللغة العربية للمستوى الأول ابتدائي. اليوم عندنا مراجعة لحرف السين والفاء واللام والصاد. جميل. إذا هذا كدعم وتقويم للوحدة الثانية. أحسنتم. إذا في البداية أحبتي كيشرفني بزاف أنكم تشتركوا عندي في القناة، تخليوا ليا جيم لهذا الفيديو هذا، وكذلك أيضا تفعلوا زر الجرس باش هكا يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كندير. جميل. إذا على بركة الله نبداو قراءة القراءة ديال هذا الدعم والتقويم هذا أو هاد الحروف هذو. جميل. إذا أقرأ، إذا أقرأ المقاطع من الأعلى ثم من الأسفل. إذا أعيد، أقرأ المقاطع من الأعلى ثم من الأسفل، يعني هكا ثم هكا. جميل. إذا صا، عودوا معايا، صا فن صن. إذا صن فن س فا لا صن صن لا فا سو فو سن سن فو سو لو فن لو لو فن لو فن لن 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 فن ص سي صن صن سي ص. جميل. إذا نقراو كل لون على حدة. إذا ص فا سو لو فن ص فن لا فو فن لن سي صن صن سن لو لن صن. جميل. إذا حاولوا تقراو هاد الحروف هادو بحركة ديالو، بالحركة القصيرة والحركة الطويلة وحركة التنوين. جميل. بحال دابا سا فا سو لو فن سا فن لا فو فن لن سي صن صن سن لو لن صن. جميل. أحسنتم. إذا دابا نمشيو نقراو الكلمات. إذا هنا عندنا أقرأ الكلمات بترتيب وبدون ترتيب. إذا نقراوها بالترتيب هكا وكذلك أيضا بشكل مبعثر. إذا نبداو. صفر صفر لبس لبس سلما سلما رفرف رفرف صلى صلى بصلا بصلا رفوف رفوف فيل فيل فارس فارس دفوف دفوف. إذا نقراوها بشكل مبعثر، مثلا نقراو هادي عاد هادي عاد هادي عاد هادي بحال هكا. إذا نقولو مثلا صفر بصلا لبس رفوف سلما فيل رفرف فارس صلى دفوف. إذا حاولوا تقراوها بطريقة مبادرة، بحال مثلا تختاروا هذه رفرف مثلا هذه
رفوف. هي قد مثلا الاستاذه والاستاذه يجي يقول لك اقرا هذه، غتقولي مثلا سلم، وعاود يقول لك اقرا هذه، تقولي دفوف، وعاود يرجع لك لهذه يقول لك، تقولي صفاره. هذه هي طريقه المباطنه. اذا خصكم تقراوهم جيدا، فممكن تحطوا لكم يعني يجي الاستاذ يقول لكم بحال نقرا هذه ولا اقرا، يعني ينقز لكم. جميل. اذا صفاره، لبس، سلما، رفرف، صلى، بصلا، رفوف، فيل، فارس، دفوف. اذا صغاري دابا ننتقلوا للسؤال الثاني. اذا جميل. اذا عندنا الاحظوا وماذا واقرا، الاحظوا واقرا. اذا هنا عندنا هذا ولد معه سياره، ثم هذا ولد معه صفاره، ثم هذه بنت معها قفص. اذا غادي نشوفوا الاسماء ديالهم. اذا لسمير سياره، اذا هذا سمير. اذا لسمير ماذا؟ سياره. جميل. اذا عاودوا، لسمير سياره، شوفوا هذا لصابر صفاره، اذا عن صابر صفاره، لصابر صفاره، اذا هذا صابر. اذا هنا لسميرة قفص، اذا هذه سميرة، لسميرة قفص. اذا عاودوا القراو، لسمير سيارة، لصابر صفارة، لسميرة قفص. عاودوا القراو، لسمير سيارة، عنده سيارة، لصابر صفارة، اذا لصابر صفارة. عندنا لسميرة قفص، اذا سميرة عندها قفص، وصابر عنده صفارة، وسمير عنده ماذا؟ سيارة. جميل. اذا هنا عندنا صلى بلال، هذا بلال يؤدي الصلاة، اذا صلى بلال ماذا؟ صلى بلال. اذا هنا عندنا سلم بلال، يعني قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إذا أتم الصلاة وسلم. إذا هنا صلى بلال، وهنا عندنا سلم بلال. جميل. إذا أحسنتم أحبتي الصغار. إذا بهكا سالينا الحصة ديال اليوم، تلقاو إن شاء الله في الحصة الناجية. ما تنساوش أنكم تشتركوا عندي في القناة، تفعلوا زر الجرس، تخليوا لي جيم الفيديو الا عجبكم الشرح ديالي. والا كان عندكم او عند الاباء ديالكم والاولياء ديالكم او الامهات ديالكم شي تساؤلات، ممكن تخلوه ليا في بلاصه الكومنتات، فانا اكيد كنقى جميع الكومنتات ديال التلاميذ ديالي. اذا دمتم في رعايه الله، والى اللقاء في الحصه المجيه ان شاء الله.